السلام عليكم الاخوه. اليوم معنا الريدمي نافئه، غادي نديروا ليه واحد المراجعه واحد الريفيو، نعرفوا الثمن الحقيقي ديالو وشحال فيه في لا ميموار وشحال فيه في الرام. التليفون الاخوان فهو ريدمي اون جينيرال، فهي راه زاد في الثمن، ماشي بيع وشراء اللي زاد في الثمن، الشركه براسها شركه الام هي اللي زاد في الثمن. التليفون هذا الثمن ديالو حاليا ديال الجمله دير 1100 درهم، 22000 ريال. الثمن ديال المحل فهو كيتباع ب 1150 درهم حتى 1200 درهم. التليفون كيجي ب 5000 ملي امبير في الباتري ديالو، بالطاريه فيه مزيانه، كيجي ب 13 ميغا بيكسل في الكاميرا ديال اللور، كاميرا ديال السيلفي كتجيب 5 ميغا بيكسل. هذا هو الديزاين ديالو الخارجي. تيجي بدو كارت سيم بلس كارت ميموار، تيجي بشارجور ديال V8 شارجور العادي. التليفون كيجي ب 32 جيجا فلا ميموار، فلارام تيجي فيه 2 جيجا فلارام ديالو. هذا هو الشكل ديالو الاخوان. التليفون كيعطيو معاه شارجور اوريجينال من الشركه ديال ريدمي. لي زيكوتور ما كيكونوش في هذا الهاتف اون جينيرال، ريدمي ما فيهاش لي زيكوتور. الشارجور ديالها هو هذا ديال ريدمي، وتيعطيو معاه كاتالوج ديالو والشوكة ديال لاكارت. هاد التليفون الاخوان فهو ديال الشركة في عام ديال الضمان. باش تعرفوا تانتوما الثمن الحقيقي ديال التليفونات وتعرفوا جميع المعلومات على الهواتف، خليكم مع الفيديو. الى اللقاء، فيديو جاي ان شاء الله.